تواصلي اللي انضمته الغرفة الصيد البحري المتوسطية بالشأن ديال الزونينغ والحفاظ على المخزون السمك في المنطقة ديالنا. كما كيعلم جميع الزونين هذا راه صدق خرج المشروع ديالو هذه تقريبا المدة ديال 10 سنين وتم التفعيل ديالو في المناطق الجنوبية اللي بدا هو أولا بالصيد التناوب ومن موراه جا الزونينغ موراه جات الكوطا موراه جات الراحة البيولوجية. إذا هنا هذا الشيء هذا حنا كنطالبوا الغرفة كطالب الوزارة بتسريع هذا المشروع ديال الزونينغ لأن المنطقة ديالنا في حاجة للمنطقة. وهذه المنطقة ديال الزونينغ اللي كتمتد في النقطة الأولى اللي قبلهم كانوا عملوا واحد الزونينغ منطقة كتحد البحر الأبيض المتوسط. حنا قلنا بما أن الجهة ديال البحر الأبيض المتوسط ضعيفة حنا قلنا نعطيهم اقتراحات أكثر من هذا حتى هذوك المراكب اللي كاينة في البحر الأبيض المتوسط وربما يجيو عندنا حتى هما سايدو ما عندنا شي إشكال. علاش باش داك البحر يرتاح شويه ويقدر يرجع المخزون ديالو ولكن كيبقى اشكال واحد وهو داك المتفجرات اللي في داك المنطقه اللي كنشكو منها دابا. نرجعوا للموضوع ديالنا ديال الزونينغ واحد المشروع اللي هو مهم لان بالنسبه للمراكب السردين راه تفعلوا راه خدامين به. كيبقى المشكل ديال المناطق ديال المراكب ديال الصيد بالجر لهذا المشروع هذا واللي خرجنا بالتوصيات ديالو كنطلبوا باش يتفعل السنه ديال 2024 لان علاش يرجع الخير لجميع الموانئ والمنطقه ديالنا ديال الشمال والمنطقه خصوصا بالعريش. كتعرف بعض المرات كيكون شي منتوج هنا نقولوا بحال الكروفيت كتبان هنا في منطقه العريش كيجيو تقريبا عندنا واحد 200 حتى 250 مركب كتصيد. اذا داك المنتوج هذاك راه عنده يومين ثلاث ايام ديال